شاركت جماهير غفيرة من محافظتي سلفيت ورام الله في مسيرة جابت شوارع قرية عبوين التي ارتقى فيها الشهيد عمر أبو ليلى، حيث أطلق اسمه على مسجد وميدان في القرية. عشرة أيام مرت على ارتقاء الشهيد عمر أبو ليلى، آلاف وصلوا في هذه المسيرة. يعني بعد مرور 11 يوما يعني استقبلت عبوين ذوي الشهيد ومحافظة سلفيت من أجل يعني التأكيد على استمرار الشعب الفلسطيني على ضرب الشهيد عمر أبو ليلى في التصدي للاحتلال، لجرائم الاحتلال، حيث هنا سيتم الإعلان عن إطلاق اسم مسجد في عبوين على اسم الشهيد عمر أبو ليلى. جموع حاشدة جددت العهد لدماء شهدائها الذين ارتقوا فداء لوطنهم. ميادين ومساجد ستحمل أسماءهم، بقيت راية النضال خفاقة.